بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيث مثلا السلام ربي فلاون كوني جعل ربي ذا ذروم إبعاد فلاون الهموم كوني صار ربي صراغ أما ذي الدونيث أما ذي الأخر أسنتل تمليلي ثبوسا أثي دناوي لفني بومذان لفني بومذان بناء الإنسان لفني اسمي كان لفني سوى زاليس ما ديني ظل لفني يفنو لفني ذي نصف راحن يوين ما يكرا ذي فنو أخام أذي فنو ثحانوت أذي فنو الجامع أذي فنو اللوزين أذي فنو السبيطر أول اللفني يلها يتسكد السيرم البناء أول اللفني المعنيس ذا نعمار ذا لفني المعنى غير ثمثن إلا لفني بمذان أكني قلع جوار لفني ولكن لفني بمذان يوعر أكثر ذينيمي ذي المناسبة المولد النبوي الشريف المولد ذا مربوح إن شاء الله في اللون في اللنا في قذل عواشر إسعى نزل ذم قرآن ذي شرعي ثنا ذي ثمتين نا ذي جدي ثنا أنفرس ثوغنيت باش هذا نزر أمشين زمر أن معوان باش أنا وضع اللفني بمذان ذي زيك أطاسك في النون أطاس ثواشولت الجامع المدرسة تجمع العقال إمنين الخير إعرضيا أتفض لفالور القيم أطاس إثنتي تزون أطاس إثنتي تعسان حراسة القيم ويزات ويلقميت ويعسيت أفلاح ما يزو التجرة أذي القم التجرة أذي السيف كمان أذي قذش فلاس التجرة يجي أدفك الغلة وأدفك الثمرة ثورا السام ذي نكوي الزرام أريس هلالة لفني بومذان يوعر مليح أم خرد نجفذ سوق يروجن في صلى الله عليه وسلم أي نرغي عيونا باش نفنو أمذان مدني غمذان مزي مقار ذرقى سمطو ذي الليل ذا مركانتي ذمذان الإنسان الإنسان أما كنت حصام يختاريث بابي جنوان يشرميث يكو أفتخلقيث يك لنت الموجودات الأربع الجمادات النباتات الحيوانات ثم بنو البشر أدسن أديس بنادم الجمادات ضزرو ذوهيال إلى آخره وكذا قيد فوس بمذان اللان مسخرة أدندم ضزرو وشي قرار غلا يتسغوال فنوسي سين تفغيض اكسيت سياغر ذي تساغوال الدريض الحي التجور نغ الشجرة نغ الحشيش يسعن لي كاركتيريستيك ورسالة وزرو نغ خيال الحشيش التجرة كيف كيف تساغنوال ايوم ذان ارنو ذا ساون شوية الحيوان كيف كيف ادنف الانسان المكرم وربي ناد في صورة الاسراء الآية التاسعة ولقد كرمنا الآية 70 ولقد كرمنا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم الآية التاسعة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم مدام ربي كرم الإنسان ولقد كرمنا بني آدم إش قاسد النبيين والمرسلين إش قاعدين مش قاعدين
إمولهن تلسا إشجار دين جرو محمد صلى الله عليه وسلم ينكمل الدين دين تزرم في سورة المائدة الآية الثانية والثالثة اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ينكمل الدين سلبيع ثانٍ في صلى الله عليه وسلم يموت الدين ينكمل ربي ناد في آخر ما أنزل سورة البقرة الآية 281 واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ثرام شاد نجفذ سي السنة ننفي عليه الصلاة والسلام أين راغي عيونا باش نفنو أمذان الإنسان المتوازن لا يمكن الإنسان ذي المتوازن ما يروح الميزان كل شيء ذي الميزان كل شيء ذي الدنيا ذي الميزان ربي خلق ديك نوانس الميزان أقوري طيج الضيور إيض آس كل شيء سالميزان مادام كل شيء سالميزان أغدي قار الميزان ذي الدنيا والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان مقل كان الميزان سورة الرحمن سي الآية في السبعة المثل الآية في التسعة الميزان 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 وكل شيء ذي الميزان أول سي الميزان استقبلت كني وزن والي ثورة كان زمان نهضر في الشرع ذا هدو الشرع أسنخدم أفرنوس الدين أفرنوس الشرعيث كل شيء لا ثمح قرانيث الفاطل عفسكان يرنس يسمى الشرعيث لافرنوس كان لومبالاج ما يروح الميزان يروح الميزان ذيني ميذي رحم ربي مزورة ذي الجماعة السلماذن إم أمذان أم خري مسلاي أخطر أول سلميزان الفعايل سلميزان المواقف ذي الميزان الماتريال دوني ذي الميزان وذا الميزان ده مخالف الميزان ذي الميزان الميزان الفطاطا ماشي الميزان الذهب عادي ما ضغط الذهب ما ضغط البطاطا نغزرو ديا مخلف اسمي الميزان مي مخلف يتسيري دقيق اكني يقلى الشيء اللي غلى اكثر الميزان ذهب اكني مي ما كوروندير ولي قبل ردي الشم كاسوا شويه بوكال اتقفل بالك ديال دي البطاطا غادي زرو ديا ولكن قبل ضر غشال دخلنا الميزان الذهب صافي كل شيء ذي الميزان ذا ربا غدي قار الدوني ثاكو ذي الاخر ذا الميزان ما يروح على الميزان بقى على خير ربي مدينا في سورة القصص الآية 77 إن وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة الاخر ولا تنس نصيبك من الدنيا هذا انت فرع وحدس ما يروح على الميزان يا إما أن روح كان الدونيث 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 تصنع مر لا خرث تخرب نغى نروح كان غلا خرث نجد دونيث هثاني روح على الميزان كل شيء ذي الميزان لذلك حتى ذي الآخرة مدينة ربي في سورة الأعراف الآية الثامنة والوزن يومئذ الحق أغدقار الميزان ذيهين ذي الآخر ذا كل شيء ذي الميزان يلا أنروح ثراغر في صلى الله عليه وسلم باش أنظر أي روجي غدي جا التريكا غدي جا أم خيرت نستخدم باش نفنو أمذان فمزور ثنت القدوة العليا ياك نحواجي ياك أما ذي مولانا أما ذو قدي صغارين أما ذو قدي حكمنا أما ذي فلاح نمذ التجار ما القدوة العليا ذي نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي ذي الميراث ينس
الميراثينس إن يغد إلى قصف كم الإيمان أزاليس الإيمان أين كيتسكن فوذ الإيمان إلى قد خذم خطر الإيمان يتنرني يتزيد ينقص الإيمان يزداد وينقص وكذي الحديث جددوا إيمانكم فكثس فوذ الإيمان نوان في رواية بلقائكم في رواية بقولكم لا إله إلا الله مخالفة الروايات الحديث والحديث أجي يوفق شدين ربي الجواليس يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله أثن الإيمان أثيد نجفذ سي السنة يوفق القرآن باش نفكفو ذي الإيمان أما تظلي ثم التوحيد أما التدبر النظر أما تملي ثم الذكر أما يكوين فعل الخير وفعلوا الخير لعلكم تفلحون سورة الحج 77 يعني يكل مراقي اكتكن فوذ اكتكن الجهد الإيمان والصدف اللسن فيه أثنى لا بس الإيمان إلا أن غلغ العبادة ذا النبي عليه الصلاة والسلام إفكا يغيدك أمكان عفظ ربي أكني وثا أكني قلزم ونتسى قدوتنا العليا أشو سينا عائشة رضي الله عنها إليس أفلا أكون عبدا شكورا إمي تظل طائع خدم القيام وكذا وكذا ثنيس ربي عفايك ثيم زورة ثيم قورا إن بعدين يس أفلا أكون عبدا شكورا ذي العبادة أتفض كل ألوان العبادات من صلاة وزكاة وصدقات وعمرات وحج إلى آخره إلا وين إلا دي القرآن إلا وين دي بين السنة النبوية الأذكار والأدعية أثل حض قفري ذكر ربي هذا إن يس أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله بشذيلي لفذا اسم ربي عزيز دقوليك دقيلسي أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله الدعاء ذنسيغ دينان الدعاء كم التاس مخ العبادة وفي رواية أخرى الدعاء هو العبادة رواية الحديث الدعاء مخ العبادة الحديث ويضينات الدعاء هو العبادة إذن أين يعني العبادة؟ الأذكار سبحان الله مثوث دلهوة يسلم ذا غشا دنيني أدين اللهم صيبا طيب اللهم صيبا نافع خطر الهوى يجي ذمان ذا الخير إما يزاد يحمل الذي هو الذي يستخسر ذينيمي كل حاجس القدر إن كل شيء خلقناه بقدر القدر كل شيء الميزان سورة القمر الآيات 49 كل شيء بقدر مثكث الهواء يسلم ذاك الدعاء ما إلا يسد وضو أظني اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا من جهة الإنسان يذكر الله الذي يذكر ربي سيل جهة النظام يتناغم مع أحداث الكون أين قدران شيني ما شيء أبسون بريزون أين ثورضين الهان ينس بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك فيه ولا تضره والسنظر الحديثة كان يتكى الله يبارك الله يبارك المهم ذي المعنى ذي المقصود بسم الله ما شاء الله في غديني يسلم ذغن في عليه الصلاة والسلام أمش الجانب التعبدي خطر وقي مهم في التوازن ما لا ينرس على العبادات سمحتيه ديزيكيليبري هذه ديزيكيليبري محال سر الوجود العبادة ربنا في سورة الذاريات الآية 56 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين كأمة في سورة الأنبياء الآية 92 إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون سورة الأنبياء الآية 25
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني ذين كان إذن ونتيند أفلا أكون عبدا شكورا. ولكن يفكر العبادة بمفهومها العام وذغ العبادة بمفهومها الخاص. الرذا غير النظام باش هذه التوازن ذي الإنسان إلى قد السعو التصرف جاي الهان مونيش هذه اللي ذا الإيمان إلا فظل ثلا كل شيء إلا إيه تصرف جا إيه الحذاقة يوجد يكون دلا مولا شيثا يخص الحال أمره سير روجنا في أدن جفذ ذي الخير ذا مقران النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ثل الرواية أيضا الحديث إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. شوفوا ثلاث سنات مكارم الأخلاق صالح الأخلاق. تجي الرواية ذكرها الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد رقم الحديث 273 يبيض سلسلة من الأحاديث من هذه الأحاديث فذو كان سي 270 إنات ما من شيء في الميزان أثقل ذشت الخذمة إكس عن الميزان الزاين في الحسنات إنات حسن الخلق. وقى رقم الحديث 270 وايض 271 إنات إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أنوك حملا في أطاسا ورايرين الثماس ذي الجنة إن شاء الله ونسعى تصرف قاع لين ينادي الحديث أطاس الأحاديث أن قالوا قد النغ 273 إناد إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. نمس فهم ينادي الحديث وايض اتق الله أقوض ربي حيثما كنت أندث الليض أما يثمورثي كيث الدرثي فرغ يثمورثي ثمورث الفراني أما الصباح أما ثمدي ثم ذقيض أما ذقزال اتق الله حيثما زمكانية في كل زمن وفي كل مكان حيثما كنت أقوض ربي أندث الليض أم بعد ندوى أتبع السيئة الحسنة تمحوها أو نخذ من السيئة أتيمحو سلحسنة وسقرر على سي طروطار نغيف ذيك الحال نغ يجاك الزمن خاطي أنفي وعذاغ دا ديقار تخذ مض السيئة ينسي ربك يعفو خذمين إلهان ربك يعفو. والحديث يوافق الآية إدينا ربي إن الحسنات يذهبن السيئات ماشي غاية إن الحسنات يذهبن السيئات. أدغل الحديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. دي قار الناس يكوي مذانا ماشي كان المؤمنين غا الجيران غا ذرميك غا العرشي خاطي يكو الناس مطلق الناس. وربنا في سورة الحجرات الآية 13 وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذ كان السنة كذ القرآن مخي الحون بسم الله ما شاء الله صفي الأخلاق إلا قسم تنسعوا نتيش كارثة ضرب بس الأخلاق إن يسوى إنك لعلى خلق عظيم. ذي سورة الأنبياء الآية 107 إن أدوى ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونبي عليه الصلاة والسلام يسلم ذغ يسلم ذغ صرف قاع لاين ذاك ذي اللي بدم إكليبري ما شاء الله يتصور ربا ما ديني غير تصور ربا ثعنا ياغاكوا ذي مولان ذي الدريا ذي الشياخ وقاذي قارن ذي لكول وقاذي حكمن وقاذي تسو حكمن ذي الخدمة ذي لطوروت ذي لطوروت لعب ذي ميلا حوز طموبيل ليث تشينا ولا قاردي يذقرق شران ماشي تسبيح يتذقرق شران يقشران نشينا نتسيتشا تشينا يقشران يذقرث ذي لطوروت
بالك دي بروفوكي لي زاكسيدون بالك دياوي نغي سفن النار نغ العوان صر النار نغ الفوسي واثن نغ في مناظن النار يا اخي في غدينا اماطه الاذى عن الطريق باش نسعو تزدي ما كان ما دفغن ثراسك الله يبارك لي كونغري لي كونفونسيون الحصول لونيو خدمناك العلماء في لونفيرونمون البيئه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحديث حديث شعب الايمان الايمان بضع وسبعون شعبه روايه الامام مسلم روايه الامام البخاري بضع وستون شعبه اعلاها لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق وفي روايه والحياء لحيا والحياء شعبة من الإيمان يا جماعة الخير صافي أمشي راه في نظام ذان ما إلا تصرف كاع لي فالور خاطر ذيني مغدينا ربي ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقيل لا شغل ذم قران هذا نصرف كان فوكيت انا وغال سين النظن السيسال نختم العمل الصالح الاصلاح ولا ضربي ودينا اش نخدم دي قرا نخدم في الاصلاح خاطر يوري رساله قديني الاصلاح ذوا ادي فغي ولكني الاصلاح ذي مسوق انت الدارث شني غا مساعدي اتسوق ضفت الدارث أثقد شرفت الدارت أكي حرز ربي ما شاء الله تفضيون بحريش يسعى غزل ذم قرآن النبي صلى الله عليه وسلم أكي قار لك ولأمثالك أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس أنوك حمل ربي أكثر بياض وين ينفع وياض أصافي الحمد لله ذم سوق ذا قداش يثدرت وهذا يزيز دي ثمنات وهذا الشيخ لكل وهذا الطبيب ويخدم لا جيولوجي ويتعاوني كليل وهذا مغفان وهذا موضان ويزيز دي يوقى ذي موثن ويتغيزي يزخواني يوقى ذي موثن وإلى قد عمر دونيث ويفنو الجوامع وتم عمرين وذو اللزينات والسفطرات كل ميسر لما خلق له لا يجوز اختزال العمل الصالح في مجال محدد بعينه ورجوزارة دين الله وقيد الصلاح ويض خاطي سوسع أوذم أوسعي إسقار استقبالي أوذم أوسعي ونصد يقرى أيني وسعا ذيني مغدينا ربي سبحانه وقول اعملوا خدمث فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سورة التوبة الآية 105 سورة الكهف الآية 110 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات العمل الصالح بلا استثناء ذينيمي الحمد لله يا ربي ذي السنن في صلى الله عليه وسلم إنه إذا قامت الساعة ماذا نسن يردوني خلاص وفي يد أحدكم فسيلة هذا هاتن يردوني بعد كران دقائق سعيد التجارة يرفسني الغرس الزوت ولا ما ولا شوي سنفعنيس داين ماشي الدرياك نغ الدريان الدريان نغ عرضيين ولاش نغسان قلت بوفريد وندي عدنا ذي خرف ذاي نسن يردونيث يفكي سازال الخذمة الخذمة ثم قرآن أزلم قرآن أكرث عمر الدونيث أم ذانا قسم حثيي أذغى أدفغ متوازن أكدنيني نفنا غمذان وكني ودي قرر ومذان غذاين مازال الخذمة غير ازداث أخطر الدنيا تسعى المفاجآت تسعى المشاكل الابتلاءات
الإنسان يضعف أغر دين ربي في صورة الذاريات الآية 55 وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الخاتمة أي الرجل دي جنفي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى خدام ورق الشن في السنينس ثورة سجل الحمد لله ذا ينتظرم دي زمان لقين تسيذير لن يمذانني المزين الله يبارك مزي مقر درقة سمطوط حرشن لحفظ القرآن لحفظ السنة لانت مسابقات في حفظ الأحاديث النبوية باش الأمة تسغل شوات شوات سافري ذي قرزم خاطر الأمة أكام يديوي الحالة سيلي يمكن بدي نحكو في التاريخ إلها أدي نحكو مع سي عهد الصحابة أنو يديروا الأحاديث تصى في النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الصحابة رواية للحديث أبو هريرة رضي الله عنه أشحال الأحاديث ديروا سأجيب 5374 حديثا 5374 حديثا ذنتي ذا مزوار أكثر الصحابة رواية للحديث ود يسند فيرس المرتبة الثانية ابن عمر عبد الله بن عمر 2630 حديثا في الدوض بعد مزوارا سيدة عائشة 2210 ابن عباس يسد المرتبة الرابعة 1660 في الدوض إلى آخره. الصحابة أرواند الأحاديث حفظند أغفن في عليه الصلاة والسلام سلاناس وسعنا رفلاش ديسك وسعنا الأورديناتور وسعنا رابوست كاسيت ولو اعتمدوا على الذاكرة حفظنت بين غد السنة ستوحرز نفتد نكوني السا أكرث قيم المثن يردونيث محفوظة كما حفظ القرآن أي غردي باش الديني غبلي خدمة ميراث النبوة من عهد الصحابة وسند العلماء ويضع عبد الله بن المبارك الإمام البخاري الإمام مالك صاحب الموطأ من غرف في العلماء أن في كتاب الموطأ من أولى الكتب التي ألفت في خدمة السنة موطأ الإمام مالك عالم المدينة كتاب ابن خلدون الجزء الثالث روزيام توم الصفحة 940 940 نسيب ذا أول عن خدمة الحديث سي الصفحة 936 أسميد يبض الصفحة 940 يهضرت في الإمام مالك يمدي يهضر طرق خدمة السنة طرق أو مناهج العلماء في خدمة ميراث النبوة ومما ذكره فتح القوس وسيد الطريقة الحجازية بعد السلف عالم المدينة الإمام مالك الفلسي عفوربي نيرس قبيلي نيرس نستعرف كنس قبيلي أغرد النية أوليك بشان زروق هذا قد فلسي عفوربي وترجمت ترجمة رائعة للإمام مالك في كتاب الإمام النووي الإمام الذهبي سير أعلام النبلاء رقم الترجمة 189 رقم ترجمة الإمام مالك عالم المدينة وكذا سير أعلام النبلاء هذا ميراث من مواريث الإمام الذهبي الله يبارك شحال مجلدات ذكر المطولات لن تكتبين سواطاس يا يعني ربي في كاس البركة ذي العمر نسن ثورة السجاي المزيان ولا قرث مسنية تنساوي كانسي اليوتيوب حذاري أدين ضيوة تموسني 4 دقائق ولا ذي اليوتيوب والله هارتي كوالي وظن تلمى 15 دقيقة ذي اليوتيوب ذغا ذاين تفضي زم السلام عليكم خاطئ ذو الصح للتكنولوجي ثروية العقلية ودي قيمك سنضيون اقرأ كتاب البيان والتحصيل ذي 21 مجلد بهذا الشكل أنش تنطب لي لانت كتب تقاس بالمترات بالمترات البيان والتحصيل ابن رشد 21 مجلد ضخم
وغيرها من الكتب دون أن أذكر الإمام القرافي صاحب الذخيرة، كل يوم جند يروج ذم قرآن، وكانوا خداما للسنة. الحافظ العراقي صاحب التبصرة في خدمة أيضا علوم الحديث، يعني خذمن قدشن في الميراث دي جانب عليه الصلاة والسلام. نثنين النعثاف نكون يسا نستثمر أني السين كان مشان غير السنة، خاطر نحوج المناهج لا ميثودولوجي. أكون دفتر كان مثال عملي. سين وثمثنا قلنا نروح في سفر وسينا رمان يبضض الوقت نتظليث، أمشي أخذ من سينك ولا شمان أمشي أخذ من أمشي أظلن تيمو. الآية السادسة والآية 43، الآية 43 سورة البقرة، الآية السادسة سورة المائدة، فتيمموا صعيدا طيبا. شفو ثاسا سينكي تيمما خذ من تيموم ظلم الحون ألمي بظنرين بذرار وفن العين صار الخير الفاح السيدي وفن أمان أمشي أخذ من تورا سينكي. ما زالك كفال الوقت وريع الدال الوقت نتظليث ما زاليث ماذا العصر مثلا ذات ورا ما زال وقت العصر عادي ذا شا سنتيني مي سينك أشار أخذ من هذا عاوز الوضوء الخاطي هذا الوضوء هذا عاوز نتظليث نغامي نعطيكم الصحة ثم خلف الحمد لله ثم خلف خطرت سيدنا ميسين اختلف الفقهاء ايون ديونك نقار عوذث يظليث اغث اللوضو سوامان عوذ يظليث سعن دليل اش قارن الطهارة بالماء الاصل الطهارة المائية يصرح ضرتين وما يمي ولا شامان سورة في ضامان عوذ الوضوء توضى عوذ يظليث إيوا يظن يظن شيء خاطئ الفقهاء ويظن قارن خاطئ ذاك ذيك وضينا أش قارنوا تعاوى ذاري الظليث أي غار لأنك دخلت أو أديت صلاتك بوجه مشروع سي اللي جيتي ماشي تخدم سي اللي قال راس تعوض هكا غيس انتظراني الصحابة مي بظنر في صلاة يسلم خلفنا ثورة ما حرشن ولا قارن فارقا ماشي لو كان يمين مخلف إلا قال مفارق إنسان زمر مخلف ونكمل أبريد عادي نغلق سوسيليك إلا قيوث العقلية غلا قيوث ثمسال عند القطعيات لا خلاف فيها إلا واشين صلاة المغرب قواضيين ثلاثة ذي مكة 14 خاطي قواضيين ثلاثة ركعات ذي مكة ثلاثة ذي السعودية ذي كل مكان ثلاثة القطعيات وليش يس النقاش المسائل النظام والسعانتي سوسعى ربي إذا غنقي مكان دي لي ساع أسمي بظن سنين صحفيناكي كملنا فريد أسمي بظن رنفي حكان أسلم شاهوت إزوار ذوينا ونعاو ذارث الظليث ونكني ونعاو ذارث الظليث ونغر الوضوء إنا يسكشيني أصبت السنة وأجزأتك صلاتك الحمد لله يفرح نور يفرح يفرح صافي وين نظن السقر يا درانكيني مادام مدكلي وين أصبت السنة وأجزأتك صلاتك صافي كيني زرش السنة النبي عليه الصلاة والسلام إناس كشيني وينكني عاوذ يغلوظو يعاوذ الظليث لك الأجر مرتين يفرح نغلا فرح نيسين نكون إلا قنستخدم أي روجن في صلى الله عليه وسلم باش نصفرح تخلقيث وإلا قارا أنستخدم أي روجن في باش أنسحزم تخلقيث نغان زرع لا ياسد قولاون نغاثن السبعة ضغف ربي سبحانه خاطي العباس ربي يرضو فلاس وقين يعني لحذقة وثاقين كوني ساعتي تقفايليث نغالا يون ما سولض يون سولضيسين
يونينا ياك ذاشو ويضينا ياك أنعام. يا أخي تفهمض أنعام خير من ذاشو. ذاشو ياكي تبريزي نغلا يقريح أتوهضر تحالو ساسين مثل كذا وكذا يونا خيني ولاش ويضا خيني ذي الخير كان مخلفنا ومخلفنا ثيس قبيليث ميبتا قبيليث تربيغ في الأحذاقة وثقبيليث جديث الشد غرض شرعيث سيدنا العباس وقع عم النبي صلى الله عليه وسلم يساد يونس يا العباس أنا وقع مقارن فيش نغذن فيه ذي العمرة لو كان سنين كي مقارن نورمال الجواب صحيح يعني العباس مقار ذي العمر في النبي صلى الله عليه وسلم ثم سيسد الزيث أسنين كمقار في النبي إن يسن في مقار في اللي إن كيني لو لغد قفليس توظن لخد حرشة إن يسن في مقار في اللي مقام النبوة إن يسن كيني لو لغد قفليس الرسول أكبر مني وقد ولدت قبل رسول الله أكاري فرح يسنغن في صلى الله عليه وسلم وكني سعاد ربي وذي جاء ربي ثم ديثن ونثم ديثن نغ تسيني صفراحا وقذي مثنة في اللسن يا فوربي إيموضان أثنيش فوربي والشيخ رابح سقسمي موثل ميدا سقيد وسيغ ذي الوجه في اللي أسنفك الرحمة أذ في اللسن يا فوربي أسرزق ربي الجنث عليين يرحمك وقذي موثن داقيد قواضيين والذي لمثين سلمث أكن مثل لا وثخلقتها تديه ذو ربي أكوني سعد ربي سعداء أكوني فكر ربي السر ذلي سر ثلاثا سر سلام ربي في اللون.